السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحبكم طلابنا الأعزاء الكرام في لقائنا المتجدد في مادة علوم الحياة الصف الثاني. تحدثنا في الحصة السابقة أو في الحصص السابقة عن الممالك التي قام بتصنيفها اللي هو ويتكر، خمس ممالك: مملكة البدائيات ومملكة القرائيات ومملكة الفطريات. وتحدثنا في الحصة السابقة عن المملكة النباتية. اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن المملكة الخامسة وهي المملكة الحيوانية. طبعا أحباء الطلاب العلماء صنفوا اللي هو الحيوانات طبعا إلى قسمين، قسم سموه بالفقاريات وقسم آخر باللافقاريات. كما المقصود بالفقاريات واللافقاريات؟ الفقاريات هي الكائنات والحيوانات التي تمتلك اللي هو عمود فقري. أما اللافقاريات فهي الكائنات والحيوانات التي لا تمتلك اللي هو عمود فقري لها. اليوم بإذن الله عز وجل سوف نتحدث عن اللي هو قسم اللافقاريات، حيث قام العلماء بتصنيف اللي هو اللافقاريات إلى ثمانية قبائل. دعونا نتعرف على ثمان قبائل لدينا. أول قسم أو أول قبيلة هي الجلد شوكيات، ثانية قبيلة المفصليات، ثالث قبيلة النخويات، رابعا هو الديدان الحلقية والديدان الأسطوانية والديدان المفطحة أيضا، وقبيلة الناسعة بالإضافة إلى قبيلة اللي هو المسامية. في البداية دعونا نتحدث على أول قبيلة لدينا نعرف عليها، هي قبيلة الجلد شوكيات، وهي قبيلة من القبائل اللي هو اللافقاريات، وهي حيوانات لافقارية لا تمتلك عمود فقري أيضا، وهي بحرية ومن صفاتها أيضا بطيئة الحركة، وهي مغطاة بجلد سميك مغطى بالأشواك. طبعا عليها أشواك أشمالها كبيرة أو صغيرة، لذلك سميت بإيش؟ بالجلد شوكيات، لأن جسمها أو جلدها اللي هو مغطى بالجلد وعليه أشواك. طبعا أشواك سواء كانت كبيرة أو صغيرة ولها جهاز هيكلي داخلي من ماذا؟ كلس، من الكلس، لذلك سميت إيش؟ بالجلد شوكيات. طبعا من الأمثلة عليه لدينا اللي هو قنفذ البحر بالإضافة إلى نجم البحر، هذول من الأمثلة على اللي هو قبيلة الجلد شوكيات. دعونا ننتقل إلى قبيلة المفصليات، وهي أيضا حيوانات لا فقارية، وهي تعد من أكبر وأكبر قبيلة من حيث العدد في المملكة الحيوانية. طبعا سميت بالمفصلية لماذا؟ لأن جسمها وأقدامها ماذا؟ متفصلة. طبعا هذه قبيلة المفصليات أيضا تضم عدة اللي هو صفوف زي العنكبيات، مثل اللي هو العقرب وعديدة الأرجل، مثل اللي هو حشرة اللي هي 44، والقشريات مثل الجمبري بالإضافة إلى الحشرات مثل اللي هو النحل. هذا بالنسبة لقبيلة المفصليات. دعونا ننتقل إلى قبيلة الرخويات، من اسمها الرخو لأن جسمها ماله رخو، وهي حيوانات لا فقارية، بعضها جسمه ناعم كالأخطبوط والمحار، وبعضها له غطاء يحمي جسمه جسمه ناعم كالمحار وهو الحلزون. طيب دعونا ننتقل إلى قبائل الديدان، وهو الديدان المفطحة والأسطوانية وهو الحلقية، وهي أيضا كائنات وهي حيوانات حية لا فقارية، بعضها لا يمتلك تجويفا اللي هو جسميا كما في هو في الديدان المفطحة، لا تمتلك لها تجويف اللي هو داخلي جسمي داخلي، ومنها ما يمتلك تجويفا جسميا كالديدان الأسطوانية والديدان هو الحلقية، وأيضا منها ما هو نافع للإنسان وللبيئة التي نعيش فيها كديدان الأرض التي إشمالها مع تهوية الأرض وتزيد من خصوبتها، ومنها ما هو ضار للإنسان مثل دودة الإسكاس. طبعا خلينا ننتقل إلى القبيلة السابعة وهي قبيلة المساميات أو تسمى بالإسفنجيات. طبعا وهي حيوانات لا فقارية تعيش فرادى أو في مستعمرات، وهي
على المسامات، لذلك سميت بالمسامات. دعونا ننتقل إلى القبيلة الأخيرة في درسنا لهذا اليوم، وهو قبيلة الناسعات، وهي حيوانات لا فقارية تعيش في المياه المالحة، وقليل منها يعيش في المياه العذبة. طبعاً تعيش في مرادة كهو حيوان الهيدرا أو وقنديل البحر أو في مستعمرات مثل المرجان. طبعاً أحباب الطلاب الناسعات تجولا الناسعات تجويف معوي طبعاً يتصل بالخارج عن طريق اللي هو الفم، وسميت بالجوف معويات. لماذا؟ لأن تجويفها يتصل بالفم من الخارج، لذلك سميت بالجوف معويات طبعاً، ولها طبعاً أثر ولوامس. وسميت باللاسعات لماذا أحباء الطلاب؟ لاحتوائها على خلايا لاسعة في لوامسها، وذلك تستخدمها لشل حركة الفريسة طبعاً والدفاع عن نفسها. طبعاً أحباء الطلاب إلى هنا وقد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. دعونا نسترجع ما تم أخذه في درسنا هذا اليوم. تكلمنا عن هو المملكة الحيوانية وتقسيمها، قسمت إلى فقارية ولا فقارية. تحدثنا عن لا فقارية وقسمت إلى ثماني قبائل، وهي الجلد الشوكيات والمفصليات والرخويات والبيدان الحلقية والصورية والمفطحة، بالإضافة إلى الناسعات والمسائيات. تحدثنا بالتفصيل وخصائص كل قبيلة من هذه القبائل. هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى أن نلقاكم في الحصة القادمة ودرس جديد، وهو درس المملكة الحيوانية الفقارية. السلام عليكم.